صوتها يا ممدوح. طيب لا انت ولا شوبير. سياده المستشار ارجع لك تاني، احمد جعفر انتوا ضحكتوا عليه؟ اقسم بالله العظيم، والله العظيم ما قلتهاش يا خالد، العمر ما بجي. الحمد لله ان احمد جعفر، انا شخصيا بحب هذا الولد لانه شخصيه محترمه. صحيح. وياما جاب اجوان للزمالك، حظه السنه اللي فاتت الجهاز الفني ما كانش يلعبه. تمام؟ انا جبته مكتبي، عايزين كل اللعيبه دي نجزها مكتبي. يا احمد من فضلك تكمل. قال لي انا ما عنديش ادب الولد، قال لي انا ما عنديش مانع. قلت له طب احنا الظروف اللي احنا فيها صعبه. ممكن نفضفض عقدك نزله 2 مليون تقريبا. خلاص؟ طيب ممكن يا احمد تتنازع عن مستحقاتك وتنازع عن مستحقاتك. وراح اسمه في القائمه. خلاص؟ تمام. ثاني يوم بعت رساله من تليفونه. صحيح. بقول لك هو من تليفونه. على تليفون المدير الاداري. قال له فيه من فضلك استسمح لي رئيس النادي، انا عايز العب في نادي ثاني عشان فرصتي هتكون اكبر. فانا سالت الجهاز الفني قال ما عندناش مانع. قلت له يا ابني خلاص ما تقلقش، احنا بنضحك عليه. مش احنا يا ممدوح بس اللي بنضحك على الناس، مش احنا اللي بنتعامل مع اسرائيل. طيب. ناس محترمه، مش احنا اللي سرقنا ارض مصر. هسالك سؤال ثالث، اسلام عبد يا نادي عام ويا دكتور هشام، يا مستشار هشام جنينه، ها على فكره الرقابه الاداريه في النادي عندي بقالها 10 ايام. مستشار هشام جنينه مشكل لجنه من 5 من وكلاء الوزاره. خلاص؟ بيشوفوا مصايبك يا ممدوح يا عباس، والفلوس اللي اتنهبت يا ممدوح يا عباس، و306 مليون اللي انت قررت بيهم نادي الزمالك. نادي الزمالك يا خالد مديون ب 306 مليون. 306 مليون جنيه ديون على الزمالك؟ 306 مليون. ده مش كلامي، اسال حازم عبد التواب وراقب الحسابات. ده خرب النادي، ده ما ينفعش. طيب. ده ما يتكلمش. اساله تاني بقى قدام مصر كلها. لو انت جبت لي قرار الوزير المحترم ان له قرار صاحبك او مديريه الشباب او فراش ماشي قدام مكتب الوزير، هطلع اعتذر لمصر كلها واقول انا راجل غلطان، انت عمي يا ممدوح يا عباس، وتعالى بستلم النادي وهتزاوج. ده راجل بيكذب. طيب هو قال ان هو مش هيتنازل عن اي مليم دفعه للزمالك. خالد عشان انا اسلف نادي الزمالك فلوس. خلاص؟ اديها كارد، ادي النادي كارد انا وغير يعني. لازم اختر مديريه الشباب والرياضه وتوافق. عشان تعرف الصرف فين. هذا لم يحدث. اثنين، الفلوس اللي بيقول عليها دي خالد، المبنى الاجتماعي اللي ضحك على شوبير لما طلع مع الاخ شوبير لو تفتكر قبل انتخابات 2009 وقال لك ادي الماكيت والباكيت. خلاص؟ كان في استاد عالمي وقناه قويه جدا انفتح للزمالك. لا 6 اكتوبر. اما استاد عالمي، هو استاد عالمي. استاد عالمي 6 اكتوبر وقناه. اولا طلع مديون النادي الاجتماعي واقف من 2009 لغايه النهارده، احنا 2014 5 سنين. انا اللي سددت المديونيه اللي على ممدوح عباس، خلي بالك. وسددت مديونيته، اسال الدكتور هرباش اللاعب اللي جبناه من عنده، وسددت مديونيته للمنصوره. اسال الناس. خلاص؟ انت عمال اسدد مديونياته، فمش عايز اسمع صوته. وبقول لمؤسسه الرئاسه عيب اللي سرق اراضي مصر ها ولعب الاراضي يقعد في مؤسسه الرئاسه مع رئيس محترم 23 مليون مصر راحوا انتخبوه. ها يا سياده المؤسسه، ده محاميك احمد ابو بركه، ده محاميك المحسوب. طيب الخير الشاطر. طب هسألك سؤال أخير، هل إسلام عوض عايز يلغي عقده؟ كان في كلام بيتقال على المواقع كده. بص إسلام عوض برضه، بص يا إسلام عوض ولد مؤدب. هو عنده مشكلة إن هو متردد. الليل يقول لي عايز أهرب، والصبح يقول لي عايز أمشي. خلاص؟ فقلت له يا ابني اقعد فكر، أنا برضه عايزه. أنا بص، أنا اللاعب اللي هيقعد برضه في لعيبة عايزة تمشي عشان عندي إحساس إن أنا مش هتلعب. خلي بالك يا خالد، هو غريبه كمان يا استاذ مصطفى ان ميدو ما خدش اسلام عوض، ده ما عندوش دكه يعني. اسلام عوض متقاعد في افريقيا، ميدو ما خدوش يعني. ما انا بقول لك يعني. بقول لك يا اخي خالد، اسال ميدو كده. عمري ما كلمته قلت له ده لاعب ميدو ده مالكش. صحيح. عمري. لا انا قصدي يعني طالما في اماكن ومفيش دكه وبنتنشى على اي لعيب مثلا متقاعد في افريقيا. اسلام متردد يا خالد، اسلام متردد. بقول لك بالليل يقول كلام. طب في الاخر ايه؟ هيمشي يعني ولا هيبقى؟ يعني ان شاء الله بعد العيد باذن الله. بس انت قلت حاجه اول امبارح بتقول ان انا قلت على باسم علي. انت قلت ان باسم علي مضى ليه؟ باسم علي يا خالد المدير الاداري ما كانش يقدم البلاغ الشكوى.
خلي بالك النهارده لو انت سالت حد في النادي الاهلي او اتحاد الكوره هيقول لك اتقدمت النهارده. تقدمت شكوى ضد باسم علي انه مضى للزمالك وللاهلي. بالظبط كده. هو اتحاد الكوره هياخد اجراء مع لاعب من غير ما يكون في الشكوى موجوده. تمام تمام. خلي بالك وقدمنا معاها اتقدم معاها حديث الاخ الشريف حبيب لما قال احنا قلنا ان الاخ مرتضى اتفاوض مع اللاعب. خلي بالك دي مهمه جدا. واللاعب اللي مش عايز. خلاص يعني اذا انا ما تفاوضتش مع لاعب غصب عن ناديه الا بموافقه نادي واللاعب في النهايه مضى. خلاص وبعدين دليل ان هو قال تفاوض عندك وفي كذا برنامج طلع وقال فيهم ان انا قال لي تفاوض مع اللاعب. تمام. انه في الاخر مع اللاعب. واخد بالك؟ فخالد انت ده امبارح شغلت بالك برضه شويه بقناه الجزيره. لا على فكره كمان انا شفت كمان عاملين تقرير عن ميدو كمان يعني عن تقرير عن ميدو كمان. جامد جامد جامد. البلد اللي بتحكمها موز ده ما تجيبش بالك بيها. البلد الحاكم بتاعها عامل حلق في ودنه وحابس ابوه في مستشفى المجانين وابوه حابس جده في الحمام ما تجيبش بالك بيها. لكن العيب مش فيهم. هاتلي واحد قطري يا خالد غير الاسره دي الفاسده. واحد قطري بس طلع في قناه الجزيره شتم مصر. واحد بس. طيب. عارف مين بيشتم مصر ومصريين؟ الخونه المصريين اللي هناك اللي واخدين جنسيه ومش عايزين لغايه دلوقتي يسقطوها. على اصابع على الواد عمرو عبد الهادي على ايمن نور على الجوادي على الاشكال دي. امتى هتسقط جنسيتهم؟ قناه بتحرض على قتل ولادك كل يوم. وانت سايب ومين ده؟ مفيش مذيع قطري خلي بالك. كلهم مصريين. وحضرتك سايبهم ورايحين جايين. خالد ما تشغلش بالك. ما تشغل بالك بغلام المصري واخد بالك ولا تشغل بالك ببلد حكمها مزه وابنها تنين ابو حلمة. تمام. سياده مصطفى بشكرك وكل سنه وانت طيب. بشكر سياده مصطفى مصطفى اكيد عرفنا كل حاجه تقريبا. معانا على التليفون احمد رؤوف لاعب النادي الاهلي السابق.